الثانية تقريبا، أهم إنجازات التكنولوجيا الجزيئية أو الهندسة الوراثية. أول حاجة، عزل جين مرغوب فيه نمرة 1، وتكوين ملايين النسخ منه داخل خلية بكتيرية أو خلية الخميرة. 2، تحليل أي جين لمعرفة تتابع نيوكليوتيدات. دي أهم إنجازات التكنولوجيا الجزيئية أو الهندسة الوراثية. 3، إجراء مقارنة بين تركيب جينات نفس الفرد أو جينات أفراد مختلفة. 4، معرفة تتابع الأحماض الأمينية في أي بروتين من خلال معرفة تتابع نيوكليوتيدات في الجين. 5، نقل جينات وظيفية من خلايا إلى خلايا أخرى نباتية أو حيوانية. 6، بناء جزيئات دي إن حسب الطلب. ففي عام 1979 قام العالم خورانا بإنتاج جين صناعي وإدخاله إلى داخل خلية بكتيرية. 7، إنتاج شرائط قصيرة من الدي إن إيه تحتوي على تتابعات نيوكليوتيدات الذي نرغب فيه عن طريق برمجة النظم الجينية الموجودة في العديد من المعامل. 8، استخدام دي إن إيه المعد صناعيا في تجارب تخليق البروتين. 9، معرفة تأثير الأحماض الأمينية على وظيفة البروتين عن طريق تغيير الشفرة لاستبدال حامض أميني بحامض أميني آخر. ده كده.